صباح الخير على كل مشاهدينا. حلقة يوم الخميس 10 مارس، ويعني نهاية الأسبوع كده والويك أند بتبتدي. إن شاء الله الجو يكون أفضل خلال العطلة الأسبوع، إن شاء الله الأسبوع ده الجو أصلا بقى لطيف بقيله حبة، ودخلنا في الوقت بقى اللي ما بقيناش عارفين إن إحنا نخفف الهدوم ولا نفضل مكملين بالشتوي شوية، لأنه الجو متقلب شوية، حر جدا وشوية لأ بالليل نلاقي الدنيا برد، خاصة أنه امبارح كان آخر يوم في أمشير، وده الشهر السادس من التقويم القبطي، ودايما مشهور بزعبيب أمشير، يعني بيكون فيه شوية رياح وغبار وبرد زي اللي احنا شفناهم الفترة اللي فاتت، وده كله يعني عد علينا الكام يوم اللي فاتت دول، لكن الحمد لله أمشير خلاص خرس وخرس على خير، ودخلنا في شهر برمهات، واللي يعني الشهر ده بيكون بقى ما بين الشتاء وما بين فصل الربيع، يعني بتكون فيه الأجواء لطيفة إلى حد كبير، لكن معظم خبراء الأرصاد دايما بيقولوا إنه لازم ناخد بالنا وما نخففش الهدوم مرة واحدة، علشان بيكون في حاجة اسمها برد العجوز. الناس اللي هي بتخرج من لبس الشتوي على تلاقيها لابسة نص كم على طول ويقولوا الجو حر، الكلام ده المفروض ما يحصلش، ومفروض نخفف الهدوم تدريجي علشان محدش حمل نزلة برد دلوقتي، ولأنه ارتفاع درجات الحرارة بيكون خادع بنسبة كبيرة، وممكن تلاقي بعده على طول موجة برد في آخر أيام الشتاء. فنتمنى أنه ما يكونش طبعا يعني في أي موجات برد قارسة تاني، ونتمنى أن احنا نستمتع بالجو اللطيف ده الأيام اللي جاية، ويكمل معانا كده على خير لحد ما يدخل فصل الربيع.